تشكيل يا كابتن حسني احمد سامي غير النهارده شويه، معتمد على الاجانب بعض الشيء، لكن مروان حمدي وحسين فيصل من اللعيبه اللي هو معتمد عليهم جدا في الفتره دي. اكيد يعني اكيد النهارده كابتن احمد بيدور على المكسب يعني طبعا. تعادلين بطعم الخساره، المباراه الاولى بالذات قدام الاتحاد بعد 4 طبعا. النهارده ما اعتقدش اللي هو بيدور على حاجه غير المكسب 3 بونت. تعادل بالنسبه له خساره، بيلعب فرقه النهارده يعني مش عايز اقول اقل الفرق اللي لعبها، لكن مرشحه اللي هي تتغلب في اي وقت من الاوقات. ما دعموش خبراتهم قليله يعني كابتن علاء نوح، مدربين كويسين، لكن الفرقه ما بينتلناش اللي هي فرقه تقدر تقاوم الفرق الكبيره، تقدر تلعب بشكل كويس. ماتش حلو في الماتش اللي فات قدام المحله يعني. النهارده انت بتقول حلوا مشكله المحترفين. نتمنى ان احنا يبقوا اضافه للفرقه عشان نقدر نتفرج على ماتش حلو وماتش كويس، يبقى في ند بين الفرقتين. النهارده انا برضو بستغرب النهارده محمد ناصر بره التشكيل، واحد من اللعيبه الكويسه جدا في نص الملعب، فارق مع ستار كامبي. النهارده بشوف ان احمد سامي مغير في التشكيل للمكسب. حلو. يعني هو النهارده لو بيفكر المكسب بشكل كبير جدا، زي ما بقول لك بادئ بمروان حمدي بيعيش فتره كويسه جدا جدا معاي. جدا في سموحه بعد جيه من نادي الزمالك. صح. فهنشوف نادي سموحه بشكل مختلف النهارده، وفي العكس الناحيه الثانيه يعني اتمنى المحترفين يبقوا على يفرقوا المستوى، يفرقوا في مستر كامل.